جزاء سعيده جدا وعيد جميل مع اهلك، وانت فاتن باذن الله كده تلاقي يوم تتجمعوا فيه. وانا كمان يا جماعه انا مش من محبين خالص الخروج في العيد الحقيقه، بحب كده اقعد في البيت مع اهلي واتفرج على الافلام بتاعت روتانا. مسرحيه العيال كبرت. العيال كبرت. لا سنه وشاهد ما شافش حاجه. ايوه. وايه تاني في مسرحيات معايا؟ وسك على بناتك. وسك على بناتك ومحمد نجم اللي هي المسرحيه بتاعت شفيق يا راجل. اسمها ايه؟ لا في محمد نجم اللي هو شفيق يا راجل. شفيق يا راجل ده ايه يا جماعه؟ حد يفكرنا. مش عارفه اسمها. عيش المجانين. عيش المجانين. هي دي. لا هنستمتع وهنتفرج كمان على حاجات كتيره على قناه صدى البلد في العيد. وايه رايكم نروح بقى نبتدي حلقتنا؟ ويسعد صباحكم بكل الخير.